نعيش على هذه الأرض، نولد دون أن يكون لنا أثر، يمضي بنا قطار العمر لنعيش أحداثها ونقف على محطات متلاحقة يتغير بها طريقنا الطويل. تترك تلك المحطات آثاراً واضحة في مسيرتنا الشخصية، تلك صيرورة الحياة وجدليتها ومنطقها المتغير. شخصية اليوم مسرحي سوري له شعبية واسعة، اكتسبها من خطابه المسرحي الموجه إلى العامة والخاصة من خلال طرح هموم الحياة بلغة بسيطة قريبة من القلوب. همام حوت ابن مدينة حلب، والذي خرج من أرضية دينية متجذرة. فعائلة الحوت في حلب مشهورة بأنها تخرج من كل بيت ما لا يقل عن إمام مسجد واحد، هو تقليد قديم متبع في العائلة. كان همام الفتى المختار من قبل لجنة العائلة لأن يكون إماماً، ولكن القدر وضعه في مكان آخر. أنا ابن بيئة متدينة محافظة، العمل الفني بالنسبة إلى يعني يقترب من درجة الحرام بحكم طبعاً التقليد الموجود داخل العائلة، إنه يجب أن يكون كل واحد من بيت الحوت، يجب من كل عائلة من بيت الحوت يجب أن يكون هناك رجل دين بمعنى خطيب وإمام مسجد. فتم انتقائي أنا ضمن لجنة المشايخ لأنه أكون أحمل طبعا هذا الشرف. والدتي رفضت الموضوع بشكل مطلق بوقتها، وتم اختيار الأخ الرابع بالنسبة إلي. طبعا هن باختيارهم يعتمدوا على الفصاحة، يعتمدوا على الطول، يعتمدوا على الشكل، يعتمدوا على سلامة النطق، يعتمدوا على رجاحة العقل. يعني بيسألوا بيدخلوا لجنة من الأقارب وكبار المشايخ. أنت كأب مثلا بتطالع أولادك الثلاثة أو الأربعة قدامهم، بيبدوا يسألوا أسئلة لكل ولد، وبالنهاية بيتم الاختيار. لما تم اختياري والدتي رفضت هذا الكلام، فتم اختيار الأخ الرابع، يعني مو اللي بعدي، اللي بعده تماما، ودخل إلى المحفل الديني وأصبح إمام وخطيب مسجد، يقف على منبر وأصبحت أنا أقف على منبر، ولكن منبري يختلف عن منبره شكليا، ولكن بقناعتي أنا أنه الفعل واحد بالنسبة للمنبرين. بدأت علاقة همام بالمسرح منذ الصغر، ووقف على الخشبة للمرة الأولى وهو في الثامنة. تلك اللحظة كانت منعطفا في حياة همام، واستمرت علاقته بالمسرح حتى هذا التاريخ. أنا وعيت على حالي ابن مسرح، بمعنى أنه أنا لما بدأ يتشكل الوعي عندي، يعني بسن 15 أو 16 سنة، كان عندي أكثر من 10 أعمال مسرحية، لأن أول مرة وقفت فيها على المسرح كان عمري 8 سنوات في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي. من الثالث الابتدائي مثلا لصف الثامن كنت مأنجز مثلا 5 أو 6 أعمال مسرحية. فبداية تشكل الوعي تبعي أنا كان عبارة عن المسرح. بمعنى إذا بتسأل واحد إيه ما تعلمت السباحة، بقول لك ما بعرف، يعني وكأنه خلق هو بيعرف يسبح، وكأنه أنا خلقت وأنا واقف على خشبة المسرح. هذا الشيء طبعا يعني سبب إلي في يوم من الأيام هاجس حقيقي أنه أنا مثل السمكة تماما، برات المي ما بقدر بعيش، وأنا برات المسرح لا أستطيع أن أعيش، أنا أتنفس مسرح. أنا أزعم بأنه إذا بتغمض لي عيوني وتنتقل فيني بالسيارة من إلى مدينة اللاذقية أو إلى مدينة دمشق أو إلى مدينة حلب أو إلى مدينة حمص، وتضعني في أي مسرح فيها، أستطيع أن أقول لك اسم المسرح من رائحته. لن أذكر اسم الشاعر، ولن أذكر بيت الشعر أيضا، هلا لما انطلقت من المسرح المدرسي، أنا على أيامي ما كان في شيء اسمه طلائع البعث، فكان في شيء اسمه المسرح المدرسي.
اشتغلت بالمسرح المدرسي، بدأت منظمة اتحاد شبيبة الثورة. كمان ما اشتغلت أنا بشبيبة الثورة، كان المسرح الجامعي بحاجة إلى دور طفل بعمر 12-13 سنة، بما أنه أنا كنت بارع جدا في المسرح المدرسي، فتم انتقائي لأخذ هالدور. وبمجرد ما اشتغلت عمل واحد مع فرقة المسرح الجامعي، بقيت في فرقة المسرح الجامعي وأنا طالب من صف الثامن وحتى البكالوريا، بمعنى أنه أنا وصلت بالسنة الأولى جامعة عندي خبرة 5 سنوات في العمل في المسرح الجامعي. فباشرت بالمسرح الجامعي مباشرة كرئيس فرقة ضمن المسرح الجامعي. طبعا عمر المسرح الجامعي صغير، بمجرد ما تتخرج أنت انتهت حياتك المسرحية الجامعية. فتخرجت رحت على الجيش، بالجيش عملت فرقة مسرحية، تسرحت، تسجلت بنقابة مهندسين. طبعا تسجلت بنقابة المهندسين طبعا، لأنه نحن كمهندسين ما بيحق لنا ناخد شهادتنا قبل أن نعمل في الدولة 5 سنوات، فحكما كمان لازم تسجل بالنقابة. بالنقابة أسست أسرة المهندسين المتحدين عام 1990، ومستمرة حتى 2010. آخر عمل كان فساد أكاديمي قبل الثورة بحوالي شهرين. لم يكن إيقافهما محوط عن ممارسة أي نشاط فني في الجامعة سوى لحظة مفصلية أخرى في حياته المهنية. فنتيجة لذلك القرار الذي أصدر بحقه بين عام 1986 وعام 1987، طلب همام حوت للقاء باسل الأسد القائم على دورة المتوسط المقامة في مدينة اللاذقية، وبدأت علاقته بالسلطة منذ تلك اللحظة. دائما يتهم مسرح همام حوت بأنه المسرح المدعوم أو المسرح الذي يمثل السلطة، أو خلينا نقول بشكل كتير واضح وبشكل كتير شفاف، هما محوط عميل للمخابرات. أنا بداية علاقتي بالسلطة بداية غريبة جدا. أنا بسنة 1986 صدر قرار من أمن الدولة بمنع الطالب هما محوط من المشاركة بأي نشاط فني على مستوى جامعات سورية بأكملها. طبعا أنا مشاغب ومتمرد دائما وما بلتزم بالنص، فمشان يعني خلص انتهى الموضوع، هذا الطالب خليه يتخرج بلا مسرح بلا بطيخ ونمنعه من الظهور. طبعا القرار صدر من أمن الدولة، ولكن رسميا تبنى الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. للمصادفة أنه سنة 1987 تجي دورة البحر الأبيض المتوسط اللي كان باسل الأسد شخصيا يشرف عليها رياضياً وبالنشاطات الموازية للأعمال الرياضية. فكان المطلوب شخص يدير 9 مسارح مكشوفة ضمن مدينة اللاذقية يشرف عليها بأكملها، يستطيع أن ينقل الفعاليات من خشبة إلى خشبة ضمن 9 مسارح. في اجتماع مركزي طبعاً روي إلي بعد ما تم الاتفاق معي، كان كمسؤول النشاطات المركزية شاب اسمه مصطفى سكرية، قال لهم بالحرف الواحد: الوحيد الذي يستطيع أن يقود هذه 9 مسارح على مستوى اللاذقية وبنجاح هما محوت. فبيقول لهم باسل جيبوا، بيقول له رئيس اتحاد وطن طلبة سوريا: بس هذا ممنوع. بقول له نعم. بقول له ممنوع؟ مين منعه؟ بقول له أمن الدولة. بقول له جيبوا لي الملف تبعه. بجيبوا له الملف تبعي، بستدعيني باسل الأسد وبيكلفني بإدارة 9 مسارح. طبعا هاي كانت بداية علاقتي مع السلطة، لأنه بعد أن فك المنع عن همام حوت بطلب من باسل أسد، لن يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يراقب نص لهمام حوت طيلة فترة حياتي الجامعية. لسنوات طويلة كان دريد لحام يتصدر المشهد المسرحي وياسر العظم واجهة المشهد الدرامي في سوريا، شخصيتان ناقدتان للواقع السوري ومتنفذتان في النقابة. ونتيجة للتدخل السافر للأمن في كل مفاصل الحياة، كان دريد وياسر فناني السلطة حسب رؤية الشارع السوري، ومن سعى لأن يحذو حذوهما لم يجد طريقا إلى الشهرة. في ظل تلك الحالة السائدة كان همام حوت المسرحي الشعبي الصاعد يتهم بدعمه السلطوي على حد قوله. هلا أنا أسست أسرة المهندسين المتحدين سنة 1990، انطلقنا بأعمال من 4 أيام، 4 عروض ل8 عروض، بعدين صرنا بعروض
نساوي 20 عرض 30 عرض. طبعا كانت العروض بأكملها محصورة ضمن مدينة حلب. نقطتين تحول أنا مروا بحياتي. النقطة التحول الأولى، أنا لما تركت أسرة المهندسين المتحدين وأسست أسرة المتحدين الفنية، طبعا أسستها بشراكة مع مدير المسرح القومي بهداك الوقت ومع مدير المركز الثقافي أو مدير الثقافة، أعطوني كل إمكانيات الدولة مقابل ياخدوا 35% من صافي الأرباح تبعي. يعني بيعطوك المسرح، بيعطوك الديكور تبع المسارح القومية بسوريا، بيعطوك الإضاءة، بيعطوك الاكسسوار، بيعطوك الألبسة مقابل أنه ياخدوا 35% من صافي الأرباح. طبعا كنت مجبر أو مكره أخاك لا بطل أنه تشتغل ضمن هذه المعطيات، لأنه إذا ما اشتغلت معهم ما رح تشتغل أبدا. ففي اللحظة اللي قررت فيها أترك هالشراكة اثنين، معناته أنت ممكن ما تطلع على المسرح بحياتك. فأنا غامرت وغامرت بشكل كتير قوي، وقلت لهم أنا رح أرجع على نقابة المهندسين. فبالحرف الواحد توعدوا لي وحلفوا بأغلظ الأيمان أنه همام حوت لن تقف على خشبة مسرح مرة ثانية في حياتك. فقدمت النص. كان في عميد بالأمن السياسي اسمه سليم سلهب. هذا العميد لما كنت بالمتحدين مع الشراكة قدمت له النص، فبنظر فيني هيك نظرة تأمل، بقول لي استاذ همام انا ما بدي اياك تقلي رئيس البلدية ايش قد حيطت في جيبه مشان الشوارع وسخة، ولا بدي تقلي مهندس المراقبة ايش قد عم بياخد مشان تطلع المخالفات. بدك تقلي وبصراحة احكي يا اخي بشفافية، احكي قلي المحافظ ابن الكلب او الوزير ابن الحرام ايش قد عم بياخد. همام حوت معك ضوء اخضر، احكي اللي بدك اياه وما رح اقرا لك وبدون توقيع. وقع على الموافقة وبدون لجنة مراقبة ولا شيء. انا كيفت، قلت ما دام هيك الوضع معناته راح اساوي عمل اخرب الدنيا. طلعت رجعت عسرة مهندسين المتحدين، قدمت النفس نفس هذا الضابط بطلب اعتقالي. تم اعتقالي لمدة 3 ايام. طبعا النص كان عم بيقول له انه كان نص اسمه حلبسات، عم بيحكي على متنفذ اسمه ابو الهيبة، عنده مساعد اسمه ابو كرباج، اسقاطه على وزير الخارجية أو نائب رئيس الجمهورية وقتها عبد الحليم خدام، ودفن النفايات النووية اللي موجودة ضمن سوريا. النص هيك عم بحكي، بيطلب اعتقالي لعلاقة ما بين علاقة، طبعا فروعة الأمن دائما بحطوه معاون رئيس الفرع ضد رئيس الفرع أو رئيس الأركان ضد قائد اللواء بأي قطع عسكرية. نتيجة الخلاف بيناتهم أنا طلعت قبل 3 أيام، ولكن النص مع عدم الموافقة. هو قوم وأنا تحت، نعم. هو بيعمر وأنا بنفذ، جميل. هو بيأكل وأنا جوعان، هو بيشرب وأنا عطشان، هو بيلبس وأنا عريان، هو بين الناس على الراس وأنا تحت كنترته بالذات. عرفت شو شعوري؟ هذا هو شعوري. استهلالا طيب من الأخ المواطن. سيدي المسؤول، الأخ المواطن يقول بأنك أنت بين الناس على الراس وهو على الأرض من داس. ما وردك سيدي بسرعة؟ يلا يا أخي خليك بسرعة يا أخي. يعني كرمال محمد يعني. النكتة الحلوة، أمين فرع الحزب بيستدعيني، بدخل لعنده، فاتح على النص عم بيقرأ، فاتح على النص عم بيقرأ، وببدأ بالشتم والسب بكلمات بذيئة وسافلة، يمكن قاموس الشتائم بأكمله وجهه للي كاتب هذا النص. فيقول لي مين كاتبه؟ قال له أنا. يقول لي لا، أنت همام ما بتكتب هذا الكلام. استغربت انه هو فتح على اول 3 صفحات واعتراض الامن السياسي على اخر 3 صفحات والنص 80 صفحة. فبقال له بس يعني انت وين اعتراضك؟ قال لي مين جبركم تكتبوا هذا الكلام؟ لك اين كلام؟ النص عم بيقول طفلين عم بيحكوا مع بعضهم، واحد عم بيقول له ليش امك ما راح تجوز اختك لاخوي؟ قال له لانه اخوك بيشتغل لحام. قال له لك لمين ده تجوزها؟ قال له تجوزها لصافي. قال له مين صافي؟ قال له صافي السيكن بالإضافي، هذا بيشتغل شرطي وبكرة إذا الله وفقه ودي يفتح مغفر لوحده. للأسف الشديد بطلع اسم أمين الفرع صافي، وبيته فعلا كان بالإضافي. فاللي سكر مخه هذه العبارة فقط، ما قرب لا عن النفايات النووية ولا على أبو الهيبة ولا على أبو كرباج،
فقلت له هلا انت مزعوج بس من صافي ساكن بالاضافي؟ قال نعم. قلت له ممدوح ساكن عسطوح مشي الحال. مباشره مسك القلم الاخضر موافق على مسؤوليه الشخصيه رئيس اللجنه الامنيه الامن السياسي للاطلاع. بكره منصور بكره منصور بكري منصور سيدي بكري منصور نقطه 1000 ليره تفضل. نعم يا المواطن الشريف. شفت يا مواطن يا شريف، لما المواطن الشريف يتعاون مع الموظف الشريف في الدولة الشريفة شلون أمور الدولة كلها بتمشي بشرف؟ طبعا يسلموا هالديات. لحظة سيدي حليلي تمك يا سكرة كمان. أهلا وسهلا. استلموا جذبة بيدفع لحاله. يلا لوين مسافر يا حبيبي؟ طالع لأوروبا. لأوروبا شو بدك تعمل ولا؟ بدي أستورد كمبيوتر. كمبيوتر يعني أفيك بتحدد العدد؟ شلون العدد؟ خلت بتقلي كمبيوتر. نعم يعني كين واحد من هذا البيوتر؟ بيوتر واحد واحد. هلا بعد حلبسات بدأت تكبر الجماهيرية. اشتغلت الحقيقة يا حكومة، اشتغلت حتى إشعار آخر، وصلت إلى مسرحية اسمها ليلة القبض على المحافظ. المحافظ في هداك الوقت كان رئيس مجلس الوزراء اسمه محمد مصطفى ميرو. فبإحدى بواحد من أولى الفقرات اللي هي فقرة الاتجاه المعاكس، أنا أخذ دور مسؤول بناتي يعني بيعي للشرف هو الذي أوصلني إلى المسؤول. فبيستدعيني بيقول لي يعني حكومتنا كلها قوادين؟ بقول له والله انت شلون شايفها؟ بقول لي ما راح اعطيك الجائزة. انا كنت طبعا مرشح وقتها لجائزة الثقافة على مستوى مدينة حلب. بيرفض يعطيني الجائزة وبيبدأ التضييق الامني علي، بفرضوا ضرائب كتير كبيرة، بيبدوا يحاولوا مثلا يضيقوا علي بالنصوص، الى ان تم الاتصال فيني بشخص اسمه العميد محمد بكور، كان رئيس فرع المخابرات الجوية بحلب. بيستدعيني وبيكون بالجلسة شاب تاني اسمه اياد غزال اللي كان مدير القصر الجمهوري، وشخص ثالث بعرفه من قبل كان خطيب الجامع عنا اللي هو ابو اديب المفتي احمد حسو. سألتهم إلهم ما عرفوا. سألتني شيء؟ لا. طيب سألني شو شعب عارف اللي ما بعرف؟ سألني عمو بعرف اللي ما بعرف؟ يا شرف شرف وفهم الشباب ليش هالاجتماع؟ ليش ما في غيري بالاجتماع؟ أسألهم إلهم ليش عم تسألني؟ عود أنا راح ما فهمتهم. طاب الموت يا عرب أول مسرحية لهمام حوت تحاكي الواقع العربي وتبتعد عن نقد الداخل السوري وتفاصيله. بدأ مع تلك المسرحية تغير كبير في مسيرة همام المسرحية وحياته كاملة، بعد أن حضر من يحكم سوريا إحدى عروض تلك المسرحية، ولتبدأ بعدها مرحلة جديدة. طاب الموت يا عرب إلى ظرف خاص، أنه كانت محادثات أوسلو ماشي، مؤتمر مدريد ماشي 99، القضية الفلسطينية بلشت تضمحل في ذاكرة المواطن العربي. فأنا قررت بلحظة جنون أنه أشتغل عمل عن القضية الفلسطينية. فكل المقربين مني قالوا له أنه هاون رح يكون نهاية همام حوت، أو رح يكون نهاية مسرح همام حوت. يعني مشان إيش عم تحكي على قضية ما يعني ما عادت تهم حدا، ومحادثات تسوية ماشي ومشي الأمور كلها ياتا باتجاه السلام ومعاهدة السلام وإنشاء الدولتين، ويعني فضت يا عرب. استطعت انه اجتمع بمهندسين مصطفى احمد اغا عبد حليم قطان، كتبوا نص من اروع النصوص المسرحية، استطاعوا انه يلخصوا القضية الفلسطينية بثلاث ساعات عبر حارة عربية. للمصادفة
لتوفيق من الله سبحانه وتعالى بيوم العرض 18 تنطلق الانتفاضة الفلسطينية ويستشهد محمد الدرة، وتصبح قضية فلسطين هي الهم الشاغل للوطن العربي بأكمله، وبالتالي يتحول المسرح من 100 يوم أو 120 يوم عرض إلى 258 عرض، وعلى رأس الحضور بشار الأسد. طاب الموت يا عرب كان من أهم الأعمال اللي قدمتها أسرة مؤسسين المتحدين واللي أخرجه محمود. لك يا جماعة خلونا نقول بهالاجتماع جملة مفيدة. إيش بدك؟ جملة مفيدة. شرف ركب الولد على الجحش. لك شيخ ساكت بلا كيف قوطة نحن؟ أنت بدك جملة مفيدة؟ يا الله قال جملة مفيدة. شيخ من وين؟ قال جملة مفيدة طلع فيها اسمك. إيه سمعت اسمك يا أستاذ. أنا بقول لك جملة مفيدة أكثر. لا تفتح الشارع يا ربك، السيارات وبلح. السيارات تمر أشواص. ما بحب التمر ده، لا حبه. هلا اللي صار بطاب الموت يا عرب بالعرض 43-44 بيحضر اياد غزال. اياد كان مدير القصر الجمهوري، بياخذني بعد العرض اللي صورت، قلت له لا، اللي بدي التصوير، قلت له مستحيل. قال شلون مستحيل؟ قلت له نحن ما بنصور للعرض ال 200-210-220 بنخاف يتسرب، نحن عم نعرض. قال لي بتصور بكره وبعد بكره بدي اخذ الافلام. صورت، اعطيته الافلام، كان يوم ثلاثة. الجمعة بيستدعيني بعد الصلاة على القصر الجمهوري، بيقول لي إن اليوم عندك ضيوف مهمين، رح يجي اليوم بالحرف العماد مصطفى طلاس، العماد حسن تركماني، عدنان بدر حسن، كانوا يمكن رؤساء فروع مخابرات ووزير دفاع فنحن عادة لما بيجي مصطفى طلاس كان عنا لمدينة حلب بيصفوا له شرطة عسكرية من خان شيخون لمدينة حلب، يعني بحدود 110 كيلومتر بتلاقي الشرطة العسكرية موجودة. كل هدول دي يحضروا عندي في المسرح، فبقول له طيب محلات ما في؟ بقول لي لا في محلات. بقول له والله ما في محلات. صالي كومبلي بيطالع مخطط المسرح تبعي بالقصر الجمهوري، في محلات مشطب عليها. بقول لي هدول المحلات نحن شارينهم. طيب قال انت ايمتى تدخل عادة على المسرح؟ قلت له الساعة 8 لأن العرض الساعة 9. قال 7:30 بتكون هناك. 7:30 تماما كنت هناك، بحدود 7:30 وثلاث دقائق اربع دقائق بصف باص ميكرو مكتوب عليه خي حيسين خطوط الحديدية السورية، بنزل منه 18 شاب لابسين طقم فضي، قميص ابيض، جرافي فضي، كندرة سودا، نفس تصريحة الشعر، نفس العطر حاطينه كلياتهم، نفس الحذاء كلياتهم، عبارة عن أصنام متحركة. أقصر واحد بيناتهم طوله 190 سنتي، معهم لواء بالحرس الجمهوري بطولي، أنا طبعا طولي 180 سنتي ولكن ببين قصير، هو بين قصير قدامه، هو بطولي كمان، بدون ما يفتح تمه ولا بكلمة بحركات إيدي وزع توزيع شطرنجي على المحلات المشطب عليها ضمن البلان، وكأنه كل واحد حفظه البلان وكل واحد حفظه محله. بيقول لي اللواء عندك مدخل تاني يستاذوا من المسرح؟ بقال له في مدخل من الكواليس. بعمل أقل رتبة كانوا بهدول رتبة عقيد بالحرس الجمهوري. التعليمات اللي اجتني من إياد طبعا عم بيقول لي إياد غزال انه مين شفت قدامك بتقول النص ولا بتطلع على النص ولا بترحب ولا بتحكي بكلمة على الإطلاق ولا بتقول شيء أبدا. وعادة هدول لما بيجوا بيأمنن لواء اسمه حسن خلوف، فما بدي لواء حسن خلوف يتدخل في الموضوع كله، رح نأمنن أنا وأنت اثنين مهندسين، أنه إياد مهندس كمان، اثنين مهندسين وقادرين نأمنن، وحلب أمان ومسرحك أأمن نقطة بحلب. قلنا له خير إن شاء الله. أثناء بشرب القهوة وعب شطب على المحلات أعطاني إيحاء كتير بسيط، قال لي يا رجل الناس قد بتلت. قلت له خير. قال لي والدتي بعتت الشوفير مشان يجيب مي للقصر. فقالوا ليش السيد الرئيس جاي على القصر؟ يعني انت ايما بتشتري مي للقصر الجمهوري؟ لما في بيكون حدا بده يقعد يشرب مي بالقصر. طب القصر الجمهوري مين بيجي عليه؟ بيجي الرئيس. هذا هي الإضاءة الوحيدة اللي عطاني اياها اياد غزال انه قد يكون الضيف هو بشار الأسد. صمت مطبق في المسرح، هدوء كامل على غير العادة. كان هناك ما يثير قلق همام
وهو خلف الكواليس. ينظر همام إلى زملائه الممثلين حين يعلم أن بشار الأسد حاضر في قاعة العرض يتصدر المشاهدين، فيرى التوتر والاندهاش في عيونهم على حد قوله. بحدود الساعة 9:02 أو 3 قلت له للمدير الإداري اللي عندي شوف مين قاعد بالصف الأول. فرجع الرجل مذهول، وجهه أصفر شمع، قال لي همام الدكتور بشار. قلت له أنا بشار؟ قال لي دكتور بشار الأسد. قلت له صلي على النبي. قال لي والله العظيم دكتور بشار الأسد. اليوم 27 سنة حافظ الأسد لم يدخل مدينة حلب. بشار الأسد رئيس جمهورية عم بيحضر مسرح همام حوت وقاعد بالصف الأول، وطول المسرحية 4 ساعات. أنا راح أوقف 4 ساعات قدام بشار الأسد أمثل، والفرقة تبعي راح تمثل قدام بشار الأسد. طبعا نحن في مناطق جوات الكواليس قادرين انه نشوف الجمهور من دون ما يشوفنا، عبارة عن ثقوب بسيطة، نحن بالظلام والجمهور في الضوء نحن ما بننكشف. انا ما تحركت، الممثلين راحوا شافوا، فانا مباشرة جمعت الممثلين قلت لهم كل جملة حذفناها وحذفنا اياها الامن السياسي بهذه المسرحية بتقولوها اليوم. لك يا جماعة الخير، من بعد كل شيء صار مع اخونا ابو نضال، ومن بعد ما شالوم أخذ الغرفة الجنوبية من بيت أختنا لياني. لا دا يابا. نعم. ليش عم تقول أختنا؟ هي أختنا. المرأة بتجز لي لما بتجز لي؟ أخي بتجز لك. مركي دا أتجوز أنا، ليش عم تحرم علي تقول أختنا خيو؟ عصي تقول أختنا. أيوة مزبوط. هذا غلط شرعي. أبداً غلط شرعي. لهون عم تغلط أنت. عصي تقول أختنا. عصي تقول أختنا. أنت هيك عم تعمم. طبعاً بتعمم. لا بتخصص. أيوة. طب إيش أقول لك يا شباب؟ عن حالك تحكي عمو؟ لا ايش اقول؟ ما تصير تقول اختنا. ايش اقول يا شيخ ساكت؟ قول اختك. نعم اختك. هلا طبعا انا قلت هذا الكلام لتعزيز فكرة انه هل هذا الرئيس الشاب يحمل مشروع اصلاحي، لانه الكلام المحذوف كله كان ضمن المشروع الاصلاحي اللي هو اعلن عنه، ولا هذا الرجل عبارة عن مجرد تشريف لأنه شرفنا، أو بده يعمل دعاية لحاله. ومستقبلا هذا الكلام بده يفتح لمسرح همام حوت أفق ما انفتح لحد على الأطلاق. يا شباب نحن اليوم مجتمعين مشان نحط حد. يا أستاذ. يا نعم. أنا معلش كتر لي حد، بس مخلى البادون اسمان وبلا ملح وبهار بساوي حكة. حكة إن شاء الله. أنتي حكي ودرزي. لك يا شباب عيب، لك عيب شايفيني بيع صندويش انا تعمل. هلا العقيد اللي كان موجود جوات الكواليس قالنا انه الرئيس بينام الساعة 11. طب نحن بخلص الفصل الاول الساعة 11 وربع، معناته رح يغادر المسرحية ويمشي. نتفاجأ انه صارت 11 وربع ولسه قاعد. ففي شاب عندي اسمه سمير الطويل كان اخذ دور امين الكويت، باللي استاذ ما انزل عزموا على فنجان قهوة. ذو الهمة شاليش قاعد وراه و20 عقيد بالقصر الجمهوري بدي انزل لوقت ما اتحرك بأوسوني. فقلت له ابني الله يرضى عليك خليك جوا. قال لي انا بنزل. قلت له والله ايبي عن عمرك انزل. ففتح الباب الكواليس ونزل لعند بشار الاسد، قال له انه استاذ همام عايزك على فنجان قهوة والشباب بدي يتعرفوا عليك. فبيطلع بشار الاسد. طبعا بشار الاسد مو جاي لوحده، بشار الأسد بوقتها ما كان متزوج، كان مرافقه أو الصديق الشخصي تبعه اللي قاعد جنبه مناف طلاس. فكان هو كان عقيد وقتها مناف طلاس، هو مناف طلاس هنن الشابين اللي موجودين بالصف الأول. طلع بشار الأسد سلم علينا، أول كلمة بقول لي أنت مين وراك؟ قلت له أنت. قال أنا ما بمزح. قلت له أنا ما بمزح. قال انت كتير مدعوم. قلت له مو انت تدعمني؟ فصار يضحك. قال شلون دعمك؟ قلت له بعدين بنحكي. هم شرب قهوة، طلب منه حازم حداد وقتها او عبد الرحمن عيد الله يرحمه انه يتصور. ما كان في وقتها موبايلات وتصوير، وما كان يعني سنة 2000 لسع بداية التطويق والتحديق اللي التطريز والتعفيس، يعني التطوير والتحديث اللي عم يحكي عنه. المهم طلب منه صورة، قال له بعد العرض. العرض بخلص الساعة 1:15، معناته بشار الأسد بده يقعد من الساعة 9
للساعة واحدة لربع أربع ساعات. نوم قعد الأربع ساعات تصورنا وراح. بعد الحضور المفاجئ لبشار الأسد في مسرح همام حوت وبعد لقائهما الأول، بدأ مشوار همام يتخطى مدينة حلب، وبطلب من الأسد شخصيا كما قال الحوت توجه إلى العاصمة، والتي لولا الدعم السلطوي والنفوذ الكبير لم يستطع أن يجد له مكانا مهما فيها في ظل الشلالية الفنية وسيطرة المتنفذين من أصحاب الولاء في النقابة. اليوم إذا ما راح نسمي، إذا فنان مثل سين أو صاد أو عين، نجم سوريا أول، إذا بيعرف نقيب في المخابرات أو بيعرف عقيد في الشرطة العسكرية أو مقدم في الأمن الجنائي، دائما ألو أبو فلان، ألا أبو علام، بفتخر بهذا الكلام. طب أنت اليوم تعرف بشار الأسد، زيارة بشار الأسد إيش ده تعطيك أفق؟ وليش بشار الأسد اختار هذا المسرح بالذات؟ وليش بشار الأسد ما خبر مسؤولين؟ لا وزير جاي معه، لا رئيس وزارة، لا محافظ، لا رئيس فرع أمن. أنا ما حسنت أنام يوم للساعة 3 أو للساعة 4 صباحا. عادة لما بنام بشيل التليفونات كلياتها. أنا الساعة 7:30 صباحا والدي عم بيدق الباب، عم بيقول لي بابا افتح التليفون. فتحت التليفون، إياد غزال عم بتصل، ومام برافو عليك، بيضت وجهنا، حبك كتير، عزمك على الغداء انت والفرقه كلياتها. الساعه 12:30 بتجمع الفرقه كلها عندك في المكتب وبتنطلقوا لعزيمه الغداء. قعدنا نفس الطقم اللي كان موجود بالمسرح، شفناه برات المسرح، بس هالمره بشار الاسد كان على الباب الخارجي لمطعم نادي الضباط وليس الباب الداخلي. صفينا السيارات، نزلنا كلياتنا، انا اول واحد صافحته ومشيت باتجاه مناف طلاس واقف جنبه. الفرقة عم تصيفحوا واحد واحد، كانوا 28 واحد الفرقة وقتها. بالزمن اللي عم بيصيفحوا 28 واحد كان مناف طلاس تمه في ادني، حبك كتير، انبسط، لا تطلبوا منه شيء شخصي، خلوه يحكي، خلوه ياكل، اسمعوش قد ما بتقدروا. زعل منك امبارحة لما قلت الديمقراطية اليوم بلشت، يعني ابوك كان ديكتاتور، حاول ترتيه معه. الافق تبعك انفتح كتير 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 كتير. المهم عطاني 35 معلومة او 40 معلومة بس لوقت 22 واحد ما صافحوا. خلص مشيت انا وبشار الاسد مع بعضنا، والفرقة مناف طلاس ورانا، والفرقة والبقية قعدنا أكلنا خلصنا. رجع سألني نفس السؤال، أنت مين وراك؟ ورجعت قلت له أنه الجو غير مناسب أنه نحكي هذا الكلام. قعدت الغداء صارت على الشكل التالي، قعدت بشار الأسد قاعد ما أخذ رأس الطاولة، أخذ منتصف الطاولة، أنا قاعد جنبه، على يميني مناف طلاس وجنبه إياد غزال، قدامنا الله يرحمه عبد الرحمن عيد، حازم حداد، مصطفى الآغا، صفوان عقاد، هيثم حوت، ألين قهوجيان، الفرقة بأكملها موجودة. فبشار الأسد وصل لمرحلة أنه مو بس أنتوا كوميديين، أنا كمان كوميدي، فأنا قادر أنه أضحككم كلياتكم، فاسمعوا هالنكتة. فحكالنا نكتة من 1945، نحن يعني اليوم أنت عم تبيع مي بحارة الصقعين أو عم تعرج بحارة مكرسحين، عم تحكي نكتة لنجوم كوميديا، أقل واحد من بيناتهم بفرقتي مخرج 20 مسرحية بالمسرح الجامعي بالكوميديا. فبشار الأسد حكالنا نكتة الديك اللي بيفكر، أو الجيجي اللي بيفكر حاله حب، الرجل اللي بيفكر حاله جاجي أو حنطة. مهم نكتة من هدول يعني وطبعا هو عم بيحكيها وعم بضحك، عم بيحكيها وعم بضحك. فنحن يعني طريقة
روي النكتة هي اللي بتضحك أو هي اللي ما بتضحك، فما بالك اللي عم بيحكي النكتة وعم بضحك. لم يكن حضور بشار الأسد إلى ذلك العرض صدفة أو حضورا عابرا للترفيه، بل كان بتدبير الحاشية المحيطة به، ونتيجة لأنها تريد أن يكون همام حوت جزءا هاما من خطاب بشار الأسد الممانع وصوته الموجه إلى الشعب السوري الذي قضى عشرات السنين وهو يتلقم الدروس في المقاومة وخطر المؤامرات الخارجية وما يهدد البلاد وينتظرها. فطلب من همام أن يمضي بهذا النهج وأن ينتقل بعروضه إلى خارج مدينة حلب. لا، حضور بشار الأسد لطاب الموت يا عرب عمل نقطة التحول الكبرى بحياتي أنا وحياة أسرة المؤسسين المتحدين. هو بيقول بشار الأسد أنه أنت ليش ما بتطلع الشام؟ فقلت له أنت عندك بالشام مافيا، مين بيطلع الشام؟ أنا عصور كل قرش جمعته بيطلع دم وعرق، أنا أروق أكبه بالشام؟ بالشام عندك مافيا بتسمح لفلان يدخل أو بتسمح لفلان ما يدخل. قال طيب إيش قد بيكلفك العرض؟ قلت له بيكلفني 100,000. قال أوف كتير. قلت له عم رئيس وبتبيزر يعني؟ فضحك. قال لي طيب قديش بيكفيك عروض لتحسن تنطلق في دمشق؟ قلت له بكفيني 30 عرض. قال يعني 3 مليون. قلت له قال خلاص ما تاخد 3 مليون، أنا بشتري منك عروض ب3 مليون، بس بدي منك شغلي. تفضل. قال بدي تعبيلي الشارع السوري كله بهذا الكلام، بالكلام اللي عم بتقوله بالمسرحية اللي هو المقاومة والممانعة. قلت له خلص تكرم عينك. قال لي واعتبر انه 3 مليون صارت في جيبك. بالفعل ناخد منه حق 30 عرض 100,000 ليرة، 3 مليون وبنطلع على الشام. ببيع انا بطاقات 2,850,000، و150,000 ليرة سوري كانت بطاقات دعوة وزعت إلى الإدارة السياسية وضباط القصر الجمهوري بناء على طلبهم. فبشيل 2,850,000 وبرجع له إياهم. طبعا ما رجعته لبشار الأسد، رجعته لإياد غزال. بتصل فيني إياد غزال بعد 4 أيام وأنا في دمشق، باللي قامت بتخلص عرضت له 1:00. قال بدي أشوفك بكرة صباحا بحلب 6:00. قلت له خير 6:00 ليش؟ قال لي مشان نطلع أنا وأنت على الشام 4 ساعات نقعد على الطريق، في كتير شغلات بدي أحكيها معك. قلنا له خير إن شاء الله. خلصت عرض 1:00، ركبت سيارتي نزلت لحلب. قال لي أول ما بتوصل حلب تتصل فيني. تقريبا 4:30 صباحا وصلت، خبرته قلت له وصلت 4:30. قال لي نام 6:30 تماما بدي منك تليفون. نمت 2 ساعة، 6:30 اتصلت فيه قال وين أنت؟ قلت له في البيت. قال 7:30 السيد الرئيس بانتظارك بالحرف الواحد بالقصر الجمهوري بحلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تصور أنت مالك نايم ومخلص عرض مسرحي ونازل بسيارتك من الشام لحلب ونايم 2 ساعة وعم بيقول لك من 6:30 ل7:30. المهم لبست نزلت دخلت على القصر بسيارتي، بيستقبلني اللواء ذو الهمة شاليش ورحب فيني بطريقة يعني محببة ولطيفة، يلفني ويبوسني. بس يعني هاي ما بتمشي علي، اكتشفت انه عم بيفتشني، وهي المرة الاولى اللي انا بتعرض فيها لعملية تفتيش. 5 دقائق بنزل بشار الاسد من على الدرج، بيفتحونا قاعة الشرف، فبيقول لي تفضل. بقول له لا تفضل انت سيدي الرئيس. بقول لي ادخل. بقول له ما بحسن بدخل قدامك. بقول لي بدك تدخل قدامي. المهم ما بدخل، بشيلني بشار الأسد وبيدخلني قدامه. بدخل قاعة شرف كبيرة. قال لي وين تريد نقعد؟ قلت له على راحتك. قال لي تعال نقعد محل ما بيقعدوا رؤساء الجمهورية. طبعا كان الوقت المخصص إلي 45 دقيقة، بمعنى 45 دقيقة بيفتحوا الباب أنا بوقف على حيلي بودعه وبمشي. بعد 45 دقيقة تماما انفتح الباب، وقفت على حيلي أنا بدي أروح. بيقول لهم بشار الأسد سكروا الباب، جيبونا 2 عصير ولا حدا يقاطعنا لوقت ما نخلص. استمر هذا اللقاء 2:10. 2:10 بشار الأسد حكى فيهم بحدود 1:30.
وأنا حكيت تقريبا 20 دقيقة. بدك تحكي بأي موضوع مع بشار الأسد؟ بحكي 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 بحكي، أنت بدك تلتقط نفس لتحسن تأخذ منه النفس وتحسن تحكي. طبعا الرئيس اللي عم بحكي يعني ما بتقدر توقفه أو تقدر تقاطعه أو تقدر مثلا تمارس عليه. طبعا هو بيحسسك أنه هو رفيقك، بيحسسك أنه هو بحبك، بيحسسك أنه هو مظلوم، أنه أنت لازم تساعده، بيحسسك دائما أنه هو بيعرف وأنه هو بيفهم وأنه هو بيحب البلد وأنه هو مع الإصلاح وأنه عنده مشروعه الإصلاحي، ولكن لوحده عاجز بده أنتوا تساعدوا. فالفحوى العام للحديث أنه همام ترك لي الوضع الداخلي نهائيا، ركز لي على الوضع الخارجي، من المقاومة، من الممانعة، من نعبي الشارع السوري كله بهذا الكلام. انتهى الحديث بالشأن العام قبل حوالي 10 دقائق، فصفينا يعني بلشنا نحكي بإيش بتحب وإيش بتكره. فجرأت أنا وسألته، قلت له دكتور أنا عندي 45 واحد بفرقتي، لما بكون عندي عرض ما بحسن بشوفهم، أنت عندك 22 مليون كرمال الله، قال لي شلون عم تشوف مرتك؟ فصار يضحك، قال لي كمان هي ملتية، سوينا لها مشروع اسمه فردوس، عم تطلع عم بتنمي الريف السوري، بتسافر كتير، فهي بحالة وأنا بحالي. في اللقاء الرابع بيقول لي بشار الأسد بالحرف الواحد، أستاذ همام إذا بتشوف أي مواطن سوري واقف على شباك التذاكر مستغلي 500 ليرة أو 400 ليرة وعم بيعد المصاري في جيبه، دخله على حسابي. تقول تكرم عين. خلصنا اللقاء، طلعت بالسيارة رجع على الشام، عم بفكر بالطريق إنه دخلوا على حسابي. طيب شلون بدنا دخلوا على حسابك وإيما بدك تعطيني المصاري وشلون نتحاسب مع بعضنا؟ معناته في شيء براسه هو أنا ما قدرت استوعبه. تقريبا عند المعرة بيجيني تليفون من يا أستاذ إياد غزال، بيقول لي أبو فراس همام رح يتصل فيك شاب هلأ، حاول تاخده بحنانك وما تشوف حالك عليه. قلت له مين الشاب؟ قال لي رح يتصل فيك النقيب حافظ مخلوف. حافظ مخلوف، حافظ مخلوف. قال لي ايش عم بحكي معك؟ ما تشوف حالك عليه، يعني عامله بلطف. قلنا له خير ان شاء الله. 5 دقايق دق التليفون، رقم برايفت نمبر، مرحبا ومرحبتين. قال انا النقيب حافظ مخلوف. قلت له اهلا وسهلا، كيفك استاذ همام؟ الحمد لله رب العالمين. قال بدي اشتري كم بطاقه. قلت له تكرم عينك، كم بطاقه بدك؟ قال بدي 6666 بطاقه. انا خفف دم معه طبعا، قلت له انا مش قد تحب النسوان، 6666 او جدي جدا هو. قال لي مش انا ابعث لك 2 مليون ليرة سوري. قلنا له سيدي كتر الله خيرك. قال لي بيتك لسه باوتوستراد المزه؟ قلت له طبعا. قال خلاص ايما بتصل على الشام؟ قلت له بحدود 3. قال الساعة 3:30 في شاب اسمه ابو علي راح يجي في ظرف يعطيك 1 مليون ليرة، وايما بدك بعت البطاقة؟ قلت له لا، الساعة 3:30 ابو علي بيسلم 1 مليون ليرة وبياخد 6666 بطاقة. اتصلت مباشرة انا بمدير الانتاج تبعي استاذ حسام، عدلي 6666 بطاقة، بتيجي شاب بيسلمكم 1 مليون ليرة بالبيت عندي، بتعطوا 6600. وصلت قبل حمام شوي، بتصل فيني لواء اسمه محمود عمار مدير الإدارة السياسية بالجيش العربي السوري. مرحبا أستاذ همام، كيفك؟ كيف صحتك؟ تقول أخوي الربع يعني، نحن بنرفع راسنا فيك، فناننا الكبير. خير سيادة اللواء؟ قال بدنا نشتري بطاقات للجيش العربي السوري نعبيهم بالفكر القومي والممانع والمسرحية المقدسة اللي حضرت صارت المسرحية مقدسة اللي حضر السيد الرئيس. ناله خير ان شاء الله، كم بطاقة بدك؟ قال بدي 10,000 بطاقة. خير ان شاء الله، تكرم عينك. بكرة بيعدي لعندك العقيد سمالي نسيت اسمه وبجيب لك المصاري، وايمت بدك بعت البطاقة؟ ناله خير. بنبك رئيس اتحاد نقابات العمال، بنزون التنايا رئيس اتحاد الفلاحين. المهم وصلت الى مدينة دمشق على بيتي بيع بطاقات ب 11 مليون ليرة سورية. من البطاقات المباعة كلياتها
ما اجى غير 6 بطاقات فقط. تعلق بالمسرح، تدرج العلاقة بالسلطة، انتقال إلى دمشق، ومعرفة عن قرب برئيس الدولة ومسؤوليه الكبار. كل تلك التغيرات قصها هما محود في حلقة اليوم. نجاحات في دمشق ووقائع قبل الثورة وأثناءها وتفاصيل أخرى عنهما محود في الجزء القادم من هذا اللقاء.